مساء الخير أعزائي زوار موقع مرمر، نلتقي معكم من جديد من بيست سنتر، ومعنا من أصحاب بيست سنتر السيد وافي قزل. أهلا وسهلا فيك في موقع مرمر. يا هلا رزق، أهلا في كل موقع مرمر. إحنا في البداية طبعا مش رح ننسى نعايد على جميع أبناء الطائفة الإسلامية في المنطقة وخاصة في المغار. إحنا بنتمنى من طاقم موقع مرمر للجميع أنه يكون عيد سعيد على الجميع، ونتمنى أنه العيد الجاي يكون عيد أفضل وأحسن، وأنه ننتهي من مسلسل العنف اللي إحنا عايشينه سنة عن سنة، وإن شاء الله العيد الجاي بيكون الأمور أحسن وأفضل على الجميع. كل عام والجميع بخير، وأهلا وسهلا فيكم مرة أخرى في موقع مرمر. أول شيء أهلا وسهلا، بحب أقول أنه عيد فطر سعيد، وكل عام بخير للطائفة الإسلامية، وإن شاء الله منضلنا دائماً هيك أفراح وعيادة. أخوافي، إحنا مش أول مرة منيجي ومنزوركم، منعمل عندكم هنا سحب يا نصيب. بيست سنتر عمال يقدم للزباين أشياء وسلع كثير جيدة للزباين، وعمال يقدم جوائز، فأنا شايف إنكم أنتم مستمرين، وهذا هو الهدف إنه بيست سنتر يستمر في هذا الطريق. احنا دائما كل فتره بنعمل حمله على جوائز للزباين عندنا في المحل، واللي يكون الاشي دائما دارج، يعني مش انه خلص مره واحده وزيرو. انا بحب تحكي لنا كلمه عن بيت سنتر، عن الحملات اللي اليوم موجوده في بيت سنتر، وشو كيف شايف انت اقبال الجمهور ان كان من المغار ولا من خارج المغار؟ الإقبال عندنا مش بس من المغار، برضه من خارج المغار. الإشي اللي مليح هون إنه هنا هون في المحل كلنا إيد واحد، يعني العمال، يعني مثل العمال ما بحسوا حالهم إنه هن مثل أصحاب المحل، وإنه تنيم أكثر إشي عندهم عشان نجاح المحل. وإنت مبسوط من إقبال الجمهور على محل بيست سنتر؟ إقبال الجمهور، إذا لو إنه فيش إقبال جمهور مليح وإنه فيش دعم من أهل البلد من بريت البلد، ما كنتش مفكر إنه المحل ينجح لهي الدرجة. إحنا طبعاً من طاقم موقع مرمر بنتمنى لكم دوام النجاح، إن كان في فترات الأعياد وإن كان في الأيام العادية، اللي ظل بيست سنتر محل أو عنوان لجميع السكان في المغار وفي المنطقة اللي يزوروا ويستمتعوا في تجوالهم في المحل، بين الرفوف في موجود هنا جميع السلع اللي بيحتاجها الشخص في البيت، وبأسعار طبعا اللي هي تلائم جميع السكان. إن شاء الله نضال دايما هيك، وشكرا لكم لموقع مرمر، وإن شاء الله دايما نيجي لهنا ونعمل جوائز وخلي الناس تكون مبسوطة، وإحنا ننجح وإنتوا تنجحوا وبرضو الناس تأخذ أشياء رخيصة إن شاء الله. شكرا لك مرة أخرى، ونتمنى لك عيد سعيد وكل عام بخير. منعود معكم أعزائي زوار موقع مرمر في سحب اليانصيب. بحب أذكر أنه سحب اليانصيب اليوم، ومش أول مرة كيف حكينا أنه بيست سنتر بقدم جوائز. سحب اليانصيب اليوم هو عبارة عن 10 دراجات هوائية، مقدمات من سراي و دانوني أكامينا، اللي المندوب اللي عن شركة أكامينا وسراي هو سيد يوسف عساقلي، عن طريقته طبعا غدر انه يجهز هاي الجوائز للزبائن الكرام اللي بيزوروا بيست سنتر. طبعا كل مشتري بقيمة 49.90 شيكل، طبعا عنده كارتونة، وراحين ان شاء الله نسحبه اذا هو بيكون شانسه مليح اللي يربح دراجة هوائية. ننتقل لسحب اليانصيب، وننتقي مع هون الشاب. مرحبا، كيف الحال؟ منيح. أول إشي شو بتحب تقول لأبناء الطائفة الإسلامية؟ كل عام بخير عشان عيد الفطر، ونتمنى لهم أنه يكون عيد الجاي يكون أحسن وأفضل على الجميع، والصحة المليحة للكل طبعا. طيب، أول جائزة أو أول سحب يانصيب عن أول دراجة هوائية. إحنا طبعا بنخلط الكرتات الموجودين في السلة. احنا كثير بنشكر السيد يوسف عساقلي على هاي اللفتة او على هاي الهدية اللي قدمها من اللي قدمها عن طريقته من اكامينيا، دانوني اكامينيا وسراي وشركة سراي اللي هو مندوب عنهم في المغار والمنطقة. كيف ذكرنا 10 دراجات هوائية، بتمنى انه كل واحد هنا يربح، بس 10 اللي بدهم يربحوا طبعا مش في ايدي انا، لو في ايدي بخلي السيد يوسف عساقلي يعطي الكل دراجات هوائية.
طيب احنا على الجائزه الاولى دراجه هوائيه. تفضل. اول شيء اسمك ما عرفناش. نسيم. اهلين نسيم. يلا نسيم اعطينا كارت. احنا اخذنا من نسيم الكارت الاول على الدراجه الهوائيه اللي هو جابر هيب. ممكن اخ فاروق هون يساعدني شوي في الاسم. جابر رمال هيب. جابر رمال هيب من وادي الحمام. مبروك عليك الجائزة جابر هيب من وادي الحمام. احنا بنتصل للاخ جابر وان شاء الله بنخبره انه ربح معنا في وقت لاحق. ننتقل للجائزة الثانية اللي هي عبارة ايضا عن دراجة هوائية. الدراجة الهوائية اللي احنا شايفينها هنا في البوستر هي هاي الدراجة الهوائية اللي راحين تربحوها. تفضل تنشوف من حظ مين راح تكون الدراجة الهوائية الثانية. الدراجة الهوائية الثانية من حظ رونيت فارس من قرية المغار. رونيت فارس من قرية المغار مبروك عليك الدراجة الهوائية وكملي وزوري بيت سنتر لأنه في حملات على سلع كثيرة وفي جوائز في المستقبل إن شاء الله. ننتقل للدراجة الهوائية الثالثة اللي راح تكون من نصيب. أنا بدعو هنا الأخ فاروق مدير بيت سنتر إنه يسحب هنا كارت. نتبارك فيك أخ فاروق. الأخ رزق والأخ نور هاي. تنشوف سيد فاروق مين بدي يعطي. تنشوف سيد فاروق مين بدي يعطي الجائزة. الجائزة مقدمة من بيت سنتر برعاية سراي ودانوني أكامينا. لبيب غانم من المغار. لبيب غانم من المغار مبروك عليك الدراجة الهوائية. ننتقل للسحب الرابع. احنا اكيد مش رايحين ننسى الاخ يوسف عساقلي اللي هو مقدم هاي الهدايا من سراي ودانوني اكامينا. تفضل معنا الرابح. الرابع دراجة هوائية مقدمة من سراي ودانوني اكامينا. دانوني اكامينا لأدما هنو. أدما هنو من المغار مبروك عليك الجائزة. مبروك مرة أخرى الجائزة. ننتقل للسحب الخامس اللي هنا. أنا بحب أوقف شوي وأدعو سيد يوسف عساقلي المندوب عن شركة سراي. أهلا وسهلا فيك. بحب أعيد على الطائفة الإسلامية جميعا وأقول لكم كل عام وانتم بخير وإن شاء الله دائما بنكون معكم في حملات حلوة وجوائز حلوة. طبعا طبعا أنا باسم كل المشاهدين وباسم كل الرايحين اللي ربحوا واللي رايحين يربحوا واللي مش رايحين يربحوا بنقول لكم شكرا كثير على هذا الدعم أو على هاي الهدايا اللي حضراتكم عمالين تقدموها اللي هن 10 درجات هوائية في بيت سنتر. وإحنا طبعا بيت سنتر اللي هن الراعي الأصلي أو الراعي اللي عمال يدعم برضو أشخاص مثلك اللي يقدروا يقوموا في واجبهم تجاه الزبائن وتجاه الجمهور اللي بتجيب لهنا سلع تبعتك أو المواد الغذائية اللي أنت مسؤول عنها في المنطقة وبتقدمها للجمهور عن طريقة بيت سنتر. طبعا إلهم برضو أخرى ألف شكر. طبعا نشكر بيت سنتر وافي وعصام والأخ فاروق والجميع وإن شاء الله إنه في العيد الأضحى راح يكون جوائز كمان كبيرة وحلوة وراح يكون البرنامج أوسع تقريبا على أغلب المحلات إن شاء الله. طيب إسا تنشوف لمين حضرتك بدك تقدم الدراجة الهوائية. تفضل. الدراجة الهوائية اللي مقدمها أخ يوسف عساقلي لريهان حناوي. ريهان حناوي من المغار مبروك الجائزة وأهلا وسهلا فيكم في بيست سنتر مرة أخرى. ننتقل للسحب السادس. احنا منذكر انه في هنا 10 دراجات هوائية لحدين تقسى 5 تفرقوا بعد في 5 لكل واحد منكم في امل انه يربح دراجة هوائية من بيت سنتر. اهلا وسهلا فيكم.
تفضل. الدراجة مقدمة من بيست سنتر ومن الداعم الرسمي للدراجات الهوائية اللي هو يوسف عساقلي لإيال حامد. مبروك عليك الجائزة إيال حامد. إيال حامد ألف مبروك الدراجة الهوائية. ننتقل للدراجة السابعة أو الكرت السابع والرابح السابع اللي راح يكون معنا في هذا المساء. تفضل. معنا أنور جابر. أنور جابر مبروك عليك الجائزة اللي هي عبارة عن دراجة هوائية مقدمة من بيست سنتر. تفضل أنور جابر. الدراجة الهوائية رقم 8. بعد في عنا 3 دراجات هوائية. تفضل. مقدمة لكارت رقم اللي هي مع الكارت رقم 2154. هنا الورقة مشلوخة بس في الرقم موجود. فاثنين رقم كارت 2154. مبروك عليك الجائزة اللي هي عبارة عن دراجة هوائية مقدم من سراي ودانوني أكامينا. نتابع معكم أعزائي زوار موقع مرمر ومع الدراجة الهوائية رقم 9. رقم 9 تنشوف من حظ مين اللي راح تكون معنا. دراجتين فقط اللي راح يربحوا معنا 2. تفضل. ناصر شيني ألف مبروك من المغار. ألف مبروك عليك الجائزة واللي هي عبارة عن دراجة هوائية بتتفضل تأخذها من بيست سنتر. أهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بخير. معنا الدراجة الأخيرة اللي راح يسحب الكارت والأخ وافي قزل صاحب بيست سنتر. أهلا وسهلا فيك. نتشرف فيك وبتسحب الكارت. أول شيء بدي أتشكر إياد صاحب شركة أولكر والمندوب تبعه في المغار يوسف عساقلي. وإن شاء الله أخرى في على عيد الأضحى جايين يعمل أخرى هجرة لها هنا عشان ينطوا كامشيوتير متنوت للزباين إن شاء الله. الرابح معانا الدراجة الهوائية الأخيرة واللي أعطاه إياها قدمها يا أخ وافي هو جلال سعد. جلال سعد من المغار. مبروك عليك الجائزة دراجة هوائية مقدمة من بيست سنتر ومندوب شركة سراي أخ يوسف عساقلي. منقول لهم شكرا كثير كثير على هذا الدعم اللي عمالين يدعمون له السكان والكرم اللي عمالين يقوموا فيه ويقدموا هدايا وخصوصا في الأيام هاي أيام الأعياد السعيدة. ومنقول لهم من باسمكم طبعا شكرا كثير. ومرة أخرى إحنا نشكر طاقم بيست سنتر على هذا على هاي الاستضافة عندكم. ونتمنى لجميع أبناء الطائفة الإسلامية مرة أخرى عيد سعيد وكل عام والجميع بألف خير وشكرا لكم. كلمة أخيرة بس لقى يحكيها الأخ فاروق. أول شيء مبروك للفائزين وكل عام والجميع بخير جميع الطائفة الإسلامية في المغار وفي إسرائيل. وبتشكر أخرى مرة الأخ رزق والأخ نور على الدعم وعلى المشاركة وعلى اللي أقول لك شغلة. نور جاي لهنا وسنه عم بيجي بنقدر ننطي أكمول أكمينة بنقدر ننطي. سلامتك نور حبيبي إن شاء الله تظل بخير وشكرا لكم وكل عام والجميع بخير. شكرا لك.